اهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. النهارده ان شاء الله عايز اتكلم معاكم عن اضرار الصدف واضرار الرمل واضرار الفحم عند استخدامهم في مكونات التحديق او في خلطة التحديق. طبعا كانت اتجاهات يعني القديمة كلها في تغذية الدواجن عامة استعمال الصدف كمصدر للكالسيوم، كان بيخش في التركيب العلاقي، لكن الاتجاهات الحديثة دلوقتي الصدف يعتبر مخلف او منتج حيواني، تمام؟ يعني الصدف مصدر اصابة مباشر بالسموم الفطرية. تاني حاجة تخزينه وتداوله الغير جيد، بيبقى موجود في اماكن مكشوفة، عرضة للطيور البرية، عرضة للحشرات، عرضة للقوارض، عرضة للحيوانات، للقطط، للكلاب ومخلفاتها. فبالتالي الرطوبة الجوية أيضا بتساعد على انتشار نشاط الفطريات فيه والسموم الفطرية، فبالتالي أنت كده تعتبر بتقدم مرض لطيورك. تاني حاجة الصدف مهما اتنعم بيبقى يعني الحواف بتاعته حادة، فممكن بيعمل تشريط أو تجريح في القناة الهضمية، ده بيعمل مشاكل للطيور، تمام؟ تم استبعاد في الاتجاهات الحديثه كلها، تم استبعاد الصدف كمصدر الكالسيوم واعتماد بقى على مصادر اخرى زي المونو كالسيوم والداي كالسيوم. احنا مش هنوسع العمليه بالنسبه لنا في الحمام، خلينا احنا في خلطه التحديق العاديه خالص. الكالسيوم غني فيها بالكالسيوم بودره البلاط والجير، الجير المطفي وبودره البلاط، تمام؟ طيب الرمل مشاكله، اول حاجه ايه مصادر الرمل؟ الرمل ان كان بيجي من المرض، بيجي من التربه الرمليه او الاماكن المفتوحه، برضه ممكن يكون ملوث، ممكن يكون ملوث بمخلفات الطيور، بمخلفات الحيوانيه. الرمل طبعا ارتفاع نسبه الرطوبه فيه ممكن بينشط فيه الفطريات او السموم الفطريه. دايما تلاقي في مشاكل عندك لو انت بتستعمل الرمل في الطواجن او في خلطات التحديق، ممكن انتفاخ الحوصله في الزغاليل، انتفاخ بالهواء او ظهور مشاكل اسهالات، ودي عن تجربه، تمام؟ بلاش استعمال الرمل، ولو هتستعمله ومصمم تستعمله وله بدائل، بقول لحضرتك على البديل بتاعه، ولو تستعمله بمصدر نظيف، تمام؟ ومصدر جيد، وتكون سايبه في الشمس بشكل كافي، بس هو لو في سموم فطريه مش هتتاثر بضوء الشمس، تمام؟ طيب ايه البديل بتاعه؟ الحمره او الطفله او الطوب الاحمر المتنعم، ده بيبقى دخل الفرن ومتسخن على درجه حراره عاليه، فما بتجيبه وبتنعمه وبتاخد الرماد بتاعه، ده بيبقى فيه حصو، الحصو الصغير ده او الزرط الصغير ده بيخش مع في القوناصه او في المعده، زي ما شرحنا في الفيديو بتاع الجهاز الهضمي للطيور في المعده العضليه ديت، بيبدا ان هو ايه يعمل عمليه طحن وتنعيم وهرس للحبوب، تمام؟ فده بديل طبيعي للرمل، انا مش محتاج الرمل، تمام؟ طيب نخش في الفحم. الفحم انتشر في الفتره الاخيره ان اضافه الفحم، سواء الفحم النباتي او المستحضرات البديله للبشريه البديله ليه زي الايو كربون، تمام؟ ده بيمتص الغازات وبيمتص السموم الموجوده في الغذاء وبينظف الامعاء، جميل او بس في مشكله حضرتك مش واخد بالك منها، الفحم برضه بيستقطب بعض العناصر الغذائيه الهام، بيمتصها، بيقلل من الاستفاده من الغذاء. الفحم لو انت حضرتك عامل اضافات طبيعيه او ادويه او علاجات بيقلل من كفاءتها، لانه برضه بيستقطبها وبيمتصها، تمام؟ لان الفحم ما بيمتصش في الامعاء، فبالتالي هيمتصها وهيخلص الجسم منها، تمام؟ فلذلك احنا بننصح لو انت حاطط فحم في خلطه التحديق وهتيجي تحط فيتامينات في ميه الشرب، ارفع خلطة التحديق. في فحم في خلطة التحديق وتحطه مضاد حيوي في ميه الشرب للعلاج، ارفع الفحم من خلطة التحديق. طيب اذا الفحم عايز استخدمه واستفاد بيه في حالات فرديه او عند الحاجه اليه، تمام؟ او لو هتسيبه في الخلطه بتاعتك او انت شايف ان هو مناسب ليك وبيجيب نتائج كويسه معاك، راعي ان انت لو في اي اضافات ترفع الفحم، تمام؟ اتمنى ان الفيديو البسيط ده يكون عجبكم ملاقى استحسانكم باذن الله، وانتظرونا في فيديو حصري على القناة هديكوا فيه يعني اضافات طبيعية مجانية هتجيبها بشكل مجاني بدون مبالغة وبدون تلاعب بالالفاظ اللغوية، مضاد حيوي مجاني، مخصب ورفع مناعة مجاني، فيتامينات مجانية، تحديق مجاني تقدمه لطيورك، ولا تنسونا من صرح الدعاء ومشاركة الفيديو ودعمونا بلايك. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشكر حسن متابعتكم، وبتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. وما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نلقاكم دوما على خير، دمتم في حفظ الله ورعايته، مع خالص تحياتي مهندس خالد خليل.